السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه هولو بيلدر، ده بيديك إمكانية إن أنت تبقى شايف كل مكان عندك، كل الغرف في كل المشروع. بتعمل سكان للمكان وتقدر إن أنت تمشي جوه المكان زي ما أنت عايز. أه يعني بيبقى عندي مثلا واحد واقف بالكاميرا في كل حتة، فأنت في أي لحظة تقدر إن أنت تمشي كأنك موجود جوه المكان. هوريك مثال عملي دلوقتي. تمام، اهوت حد ماشي جوه المكان مسك الكاميرا، فالناس تقدر انت في اي لحظة تقدر تشوف المكان. عملي اهو، ده حقيقي اهو، الراجل ماسك الكاميرا وبنقدر ان احنا نلف 360 في كل مكان. شايف كل واحدة من دول تقدر تدوس عليها فيروح محملها لك وتبقى انت شايفها. الميزه برضو ان هو مديك بعض الامكانيات، لو انت عايز تقيس مثلا هو بيشرح لك الفكره عشان تعرف تقيس مظبوط. فتقول له مثلا انا عايز اعرف مثلا من هنا اللي هنا قد ايه بالشكل ده. تقدر تديك كل الداتا اللي انت ممكن ان انت تحتاجها، وممكن اوريك بقى الصور 2D اهوت. حاجة مصرية اهي. بالشكل دوت. وتقدر طبعا تعمل زوم ان وزوم اب للوحة بالشكل دوت. تقدر تعمل فوكس. تقدر تتنقل برضو من هنا على اي مشهد انت عايزه.